السلام عليكم يا شباب، جيناكم راح نعلق انا وعندكم محمد عادل اللي هو 733 عصير اي كي الحلو. اول جيم عندنا اللي هو غاصر نايجن ضد يوردز شاويو، ترتيبي حاليا وينر فاينل، هذا اول جيم بيست اوف 5. شوف الليد عند الفهدي حاليا شاويو نايس حيوان على اساس بيطلع من المكسب. اوه نايس اه يدري عارف الماتش، وطبعا يعني كايجن يوردز دائما يحطون نهائيات عارفين نلعب بعض، لاعبين واجد يعني، هم دائما يجون يتجمعون نلعب جيم واجد ففاهمين بعض، اكيد انهم فاهمين بعض. شاويو يضيع الليد نايس، هني كان بلس هني بالرننج او بعد الرننج، لا صفر كان صفر، اوكي صفر بعد الهالي نايس عند الريب ابي اسوي شوف 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 كان يقدر يكمل كان يقدر يكمل اوكي شوف شوف مكتب شاويو هيتجج هذه فيها لوك فيها فرصة من دور تسكر عليه والله نايس نايس ومكسب الدور حجي والله صكه في الريت يوقفه يحاول يوقفه تعادل 1-1 بالراوندات. هذا الجيم راح يطول يعني كل واحد فيهم راح يسوي ريد على الثاني رصف اي خصوصا ان الجيم فت فريق فت شوي راح يطول بالضبط نايس بس الواحد يصفر هذا انت مو شيء جديد هذي نارا كان مرة بلع لون هاي سليب اوووو ولا تهتويتش تصد من دبل الجنة انا راح طير تقريبا ليتس جو جو تصدق ان الراندوم راح يفيد ناصر لانه انفنت وشاوي شوي طلعت اوه صادق ولكن يضيع الكومبو عليه وات بالك عنده ولكن يضيع حد ولكن ماكسب يحس ماكسب تصدق شاوي بالانفنت شوي تتعب ونفس اللي يكون عنده والله يمكن هذا تكون سبب الحين احس ما تفرق معه اي حاليا صايره قويه بس هم 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 يعني هم تضغط وكانت ما قاعد تشوف الريد من فهد تو الدبل جن نزل الهاي فاعطاه الطريق مدمد مضمون بعد نايس اه بس ما اخذ البوتنشل يعني شو اسمه اوكي نايس نايس رياكشن دبل دن نايس سيكتر المقص مال شو اوبتيمال هذا اوبتيمال ولا كان المفروض اوبتيمال بس يعني اذا تكون الي تخسر هيك صدق يعني ولا داعي للبطولات خصوصا في الوينر سايد واخر مره يضيع الجو يروح الجيم 1-0 حق حرام علي شوف انا لو مكان ناصر صراحه ابغى دريمر العب انفنت ما راح افكر ولكن يمكن طماح يبي قلت يكسر لا لا يمكن يبي الانفنت الثاني الانفنت الثاني كان اكبر من لا من لا بده شوف بس لا يعني ما اشوف انه بالعكس يعني شاويو خذله بالضبط شاويو راح تشقه يعني يبي يستغلها يمكن لانه هو دبج معروف هل شوي بتصير على طول اي صح شاويو شوي صعب انه يصير بالضبط انا ما ادري ايش جاني احساس انه ناصر بيبدع باليوم هذا ننطر نشوف هذا الظاهر متامل صراحه احسيت راح يكون حده حده بس ما ينزل عادي شلون يتقدمك الحين ولكن بقى دوريا نايس تايم يعني واه كان كم يضيع اوكي اول تخلي الارض بلسجية على الاقل جاي جاهز الفلعة جهز الارض حق جهز الفلعة اوكي اوكي هيك يموت هيك يموت يمكن يوصل للطوفة اذا عندك كم يموت دارس ابن محل اتوقع لا ما يموت لا دارسها دارسها ها يموت يكسر لا وين يكسر مو يكسر الطيارة تغيير بس كم بس اوكي حرام ضيعت هذا المضمون وضمن الله حتى من خمسة ما في بانش؟ ايه طايف ناصر طبعا ما يسوى حد شيء احترمت انه خسر عرفني لو كانت ماينس ثلاثة راح تحترم ايه اسمع من ماينس خمسة وانت طالع هني تفكر تطق والله في عيوتك السل على غشاش ترى قاعد يطلع ولكن نايت مد ليش يصيد الاي او بي وياخذ كل كمبو حتى انه يكسر الارض ويستخدمها عشان فات لا ياخذها منه ولكن يبيها يمكن يبيها حق عشان يطفى اوكي كيف تاخذ اكسر 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 نايس هاي فرصة منو قاعد تشوف كتب عليه مرات الثاني لا لا ليش ليش صارت سبعة السن ورابعة نايس والله 14 بالضبط 14 بالضبط والله صاحي الورق والله صاحي ما شاء الله عليه ايه اوكي عندنا بانش مكس والله كابتن المسكة حق وصل لك شوكة طلعت لاتشر حاول ترفع 11 فريم مد اي نستنى بعد ولكن كل مكسب الحين يمشي بصوب شاويو بياخذ البرفكت هذا راح يضمنه فيها كباك؟ والله صار شاويو حجي بالضبط ما يسيب كباك
الربو ولا كنيل قاعد تحطم كل طلع عليه اول رول حق فهد يضمن له نقطه في الجيم اوه سويت بعوش اتوقع لازم تكرول لازم اي لازم تكرول على اول طقه اسوي فهد شويه مباشر من شايو ولكن بدون اوه عند الريد والله والله عند الريد كان يبي محاوله فوق نايس ايام الرجل درايف باكسير بالضبط لا تشر سيف يعني اتوقع الفيديو 1-1 مثل ما تشوف على طول غير السيد غير الارضيه ما نبي تكسر يروح طوف يعني احس راح يلعب اي سيت يصير قوي عشان يصير يقدر يوصل طوفه بسرعه شوي شوي الوكيري تحسن بهالجزء بس يعني كلش وكيري بالضبط او باقي شخصيات بشكل عام شخصيات افضل شباب شلون صوت الفريق؟ شوي قاعد نشوف لونه اخضر بس يمكن الفريق نازل فنبي نفادح هذه فيها رفعه بس ما ادري شلون يقدر ينشد يمكن قدام الدائره اي تو كنت بقول قدام الدائره اتوقع توصل بطيئه بس توصل في اوريدي ماينس عالي اوف ولكن 50 نظري تذكرته يضيع الروض من مات مات لا اوكي باقي له طقه هذه ترى سيف يعني لو حتى لو صديته ماينس 5 سيف قبل المد ايه لا يا يوم قام تسوى انه تنقل ترى ايه ايه حج الكفور دبل جن تشاويو تشاويو دراجون بس شخصياتهم فيه يعني اضعف اربع شخصيات باللعبه خليك على البلد باللعبه اه عكس ما نكتب شباب ما اظن كنت كفو عشان وين انا ماشي خلاص سكر جيم والله يعني عنده قوه تكسر عنده مليون شيء عطاه يضيع الكامبو وشوف الحين وضعيه ما مات اوكي نايس تقدر تكسر ايش ماشي البالانس بكسب 50-50 سويب ولا مت لو اوكي ولكن فهد بدون ما عودنا فتش مسكات عنده بدل العيب اوه ريت يمكن يموت ارادت اوكي قبل يكون ثانيه ولكن الموت تومن سكر على المد شرام والله يا حبيبي خرابيط هذي شاويو دبل جن يعني ما ادري خرابيط ما تخلص كمية الماني فيها والله نايس نايس بانش والله نايس مات دمج على البانش والله نايس عطاه لذيك حسابه ما شحن مكلف اي صراحة يعني نايت اويرنس مثل نوعا صدى السويب عطاه البانش ومات مثل ما قاعد اشوف بعد البانش وضعية خاسة نتيجة كم؟ 2-1 يا اوكي خذ ما قلت شوف ثلاث روندات ردني على السيت هذه شوف انا ما ادري ايش احس ان فيها كومباك كنت يعني مثل ما قلت شوف حبيبي املكه بتكرش رجات ليش؟ صراحة كان عنده الريد دقيقة كان عنده راوندين لا رياكشن سواها دقيقة يوم سوى الريد كان عنده راوندين يعني لو فاز كان ياخذ الجيم لا كان اول راوند بس يعني شوي يطفي يضيعك بالمومنتم ما تحس بريشر عليك ترى بديك خسران ولا يعني من املكه بتزعج راح يسأل لا فيدرر طلع من البطولة المركز الرابع حاليا عندنا بس بالوينر فاينل فهد ضد ناصر بالوزر فاينل المعلق ناطر يعلق على العظم متخايف شو يبارد المعلق اللي هو فاز عليه اصلا حاليا اوكي يا مكسر يكسر ايوه هذا رد ترى لا اللي من الرقبه تكسر هاي ما انا ترى هذا ما اصلا فيه جلتشات على فكره في جلتشات بس عبارة عن هذه المسكه تو ما وفهد دي قصرها طلعت عنده اللي مو وايد بس بالضبط فيفرد خاطر اوه لا شفت شفت الريكفري صراحة معروف يعني نتعب احنا نقولها شوف من يوم تكسب الحمد لله يعني اربع نشيمة يعني من اول بلشات اللي وصل لك هذا اكبر شيء تقفل اوكي عنده سكرول
وصل طوب تك ولكن بالراحه عنده هي عنده هي لا لا يمكن ما يوصل اطيح حلو طيب حتى لو خاش وانت ما تبع اصبر انا جاب ترى يوصل بعيد خصوصا السكيل العادي جاب جاب يوصل حيك واش نظرية 50-50 وكفر جيم اوه ذكي والله نايس جاب والله جاب عن اساس اذا وصلنا القوه ترى هو حاول حتى ما حاول يستعمل الداش حاول يكش عشان يذبحنا ولكن للحين المومنتم متفهم اي نظرية ليش ما اوه طيب نايس جت كاونتر فمضمون يا بلدن نايس يضمن الراوند هذا خصوصا ما هو اللي يجيب لحظه نايس مس ياخذ كل كومبو من المس عشان حتى ما ولكن اي ولكن يعني ما اشوف شوي عاوي شاويو راح يكون كومبو يعني فول دم ولكن يعني احسن من وجه دائما ينزل من اي انا لازم يغير قصدي كومبو منه لكن لازم يغير اي انا لاحظ حتى انا كل مره اعطيه لويس بس اكثر كم خلاص اوه لا لا خير خير كين الاسفور ايه بس صراحة احس دبرشر عالي واكر جيمر حقه ايه وخصوصا يبي يضمن البويت يعني هذه بلس 18 هذه يعني ايه بس ادعي ربك مستحيل تسوي شيء مستحيل مستحيل هو باقي له بس راوند ياخذ ميمو طبعا يعني راح يكون مهمة جدا صعبة انا ودي اشوف انا ودي اشوف جيم ثالث جيم ثالث اوه نايس بانش من باكيتير 1 2 3 انت فول كومبو اه نايت كيبوت كانت محاولة كيبوت انه ما يدش عليه مرة عقلك محاولة ترى اتوقع حتى مرة ما يقطع كيبوت اوكي اه 50-50 كومبو الحين عنده الهيت طوفه ما ادري قريبه بعيده ما يندرى ولكن الحين عنده هيت سماش اه نايس نايس والله نايس ياخذ الجيم يورث والله معلش بتر شخصية والله الحين عاد دورك الحين شد ضد ناصر عاد يا حبيبي اول عينك الحين يا انت لا طالع يلا الحين دور من شو تصير شباب دعواتكم في دعوة نظرية موفق موفق بدنا لكم يا شباب اللوزر فاينل حاصر كن ضد راجنوف و اي عصير حاليا من توقع فوز انا اشجع بدع بدراجنوف فجرك مو عشان يصيدك يعني ندري انك لا لا فجرك اوكي نشوف حاليا شوف المومنتم توقيت عند عصير صراحة طبيعي. إيه. فا سايد ستيب. إلكتريك أحلى شيء عند عصير. ها. تجي كمبات على البيئة نايس. أوب. سبعة بس سبعة. كم. تدري؟ آه. أوه. تدرك سطح. أوكي.
لا لو سوى الهيت تتوقع يمكن يموت، ماني متأكد. اوكي عندك هيت بس. اوه اليوم بدع فيها المد. ايه غريب تشوف محا يمسك اصلا. بالضبط. بس على فكرة انا ضد غشيت. ايه غشيت؟ شنو؟ كل ما بيمسك يسوي كذي بيده. فهم؟ فكل ما انا قلت لك. ايه الكلام. فضل غشيت انا بصراعة. اوه والله الستبات من ناجن. ايه واحد عنده هيت. يقدر. هيت انا ممكن اقطع هيت. هاي ون اوه ذاك ذاك والله جابات ناجن قام تشبك على الكل ترى ون ون ترى ون ون مالت المشيمة بشكل عام وصخة لأنه شخصيات ون تو ماينس أربعة إلا المشيمة ون ون ماينس ون فهذا يعني يقدر خلي يصير برشة يعني مثل ما كان يقول بالضبط السبعة هني اوكي ذنك اتوقع شيء اوه والله انا توقعت اوه نايس 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 وايد مسكر عليك طيب كان حل اصلا يغير لو قصر يغير انا اشوف بدام كل ما اتوقع رانينجز بس ملوتا كلهم سكتبوا حس خلاه طفاهم بالضبط المفروض رانينج 3 على الاقل مفروض اه ربي رفع تبقى بانش اوه والله كان يريد عنده بس ولا كارت صدق ولا كارت صدق الحين قام ين قال مومنتم حدد يا سعد احس لازم يغير بعد الماب شوي بيج ها اصير اي دايما بس يلا ريمات 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 خلصنا هذي ترى قاعد استخدمه طريقة استعماله حق السبرينج هذا كثير ما اقدر اسوي شيء صح خده والله حرفيا ما اقدر اسوي شيء اني وقف فانا ناطر بس فجأة المومنتم عندي يكمل هو لا يسوي اوه هذا الهيتماش انا حيل احبه اي بالضبط بالضبط لانه مو فل بس لا يعني ترى شوي يعني مو فل سكين تحت الفل اكستريم طقه يعني ايه اوكي قاعد استخدم رانينج واجد بس والله ناصر قاعد بس اوكي يقدر يكمل طيب هذا انجيج اه كان اتوقع كان قصده اه نايس هيد كونفيرت عنده صح اوكي هاي مضمونه صح؟ اتوقع ايه لا ما اعرف اوكي 1 1 2 الحمد ربه اوه نايس جاب بس خمسه سوى نايس نايس جاب والله اوكي وسطه دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك بس فور راوند وراح تقدم حيل ناصر طيب حيل اصير اللي هو محمد عادي اي كلكم قبلنا انا ما في عصير ترى يعني هذا اللقب الثاني نايس نايس بلش اتس فارغ جيم منتلي راجل طاق المومنتم كلش مطفي بشكل مو طبيعي بالضبط شو 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 اي كل مره والله نايس كل مره هني شنو اقدر اسوي؟ ما اقدر اسوي كل مره قاعد تحوشه والله مشكله احس مو قادر يسوي ولا شيء قاعد يتنفس ما ادري ايش احس الحين بغير شخصيه لازم يغير بس ريمات والله مو فاكر وياه حتى ما يخلص لازم تخلص في فرقة وياه حتى ريمات يا عمي خلنا نلعبه خلاص ما يفكر ما في شيء على طول ريمات حسنا قاعد يلعب كاجو ما قاعد يلعب واكد خلاص طق ريمات خلنا اقول له حوامي بس والله حلوة ايه والله حلوة اوكي حلوة الطافة ايه هذا اللي سولفني عنه دمج بس زين من نقام ما حد كان قام يقوم يصدر بالضبط ايه كاجو ايه ما حد كان يقوم يصدر ايه سان فوق عدل ايه سلها وطار عليه قبل متوقع الله هذا هذه كل مره كلها يلعبال السويت صدق ناجن ترى صار له فتره مو حاط والله مستقعد والله هلا اون فاير ناس طب اقول بس راوندين وان فاينل اللي احتراني سايد ستيب داك سايد ستيب داك اللي يسكر على كلهم جنب ان شاء الله ان شاء الله هاي ستيب داك والله مستقعد والله احس مني خذ اقول لك خذ الجيم خلاص حرفيا ما قدرت تخليني اسوي شيء حرفيا اوكي اوه كاهي طلع
اوكي ليه لو سوى اي لون عنده اللي عادي يبي اوكي سوى اي لون ثاني يحطها بمشكه عشان الراوند اللي بعده يقدر يستعمل الفور فور تو اوكي اوه صح صح نايت بريك ال 112 هاليوم كلش والله ناصر تراك على كذا مستحيل بس الحين بيروح اتوقع بيجي اوه اخيرا اخيرا في صد حق نظريه الخد يوصل طوف هيك فقط يمكن يوصل كان قريب والله حلو بلس حلو ما فتش الجرام الحين مضمونه هو بطل اوب اوب حلو ما ادري شو الفكره اتوقع مضمونه قعدت بالارض ولا قمت راح اشوف المره اي مضمون هذا بلس 2 اذا ما خبرني مدري اذا ما غيروها بكثير بس كيف مستحيل مستحيل حد مستحيل بالضبط مضبوط اوه اوكي مستقعد له والله مستقعد بس والله ناتي جاي يقول خلاص انا برد باري يور انا ما راح انا ما راح بلس 2 وبلس 2 انا امسكه والله لا والله كل اتوقع شنو النظام ناصر انه خلاص نصدف المره الجايه ما راح تصدف شيء فاستقعد له كاهي شفناها هي الفل شوف انجا ننجا بس قاعد يطق بيحكي ضربت فيوزاته اوه حركه المفضله عن في الله عندنا جراند فاينل ثاني مرة ما نصرف أنا نشوف إن شاء الله بجراند فاينل كاتم for the next battle. Round 1. There's some light. Oh my god, that was kind of fun to see. حياكم شباب وصلنا الحين حق جراند فاينل حياكم الله شباب طقين على السريع ما قصرت يا ابني طقيتني و طقيت من دبنتي والحين خلصت اخر جيم يعني هذا لنا هذا الجراند فاينل شباب
طبعا معي محيو اللي طلعني مرتين بالدراجون او ومعاكم حسن ابو الحسن. والله بطوله صعبه الصراحه، تيكن 8 لعبه صعبه والله مره مره متقدم. ناصر وفهد جراند فاينل متقدم راوند وشوف ماخذ مومنتوم والله نايس. 1-1-2 رانينج 3 اوه هيلث ويف واو كسر الجدار. اوكي 4-4-2 ميكس اب والله خمنا صح. يعني هم ترى كانت منتج شوف 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 هو يبي يسوي فعاليات يبي يسوي فعاليات جارنتيد. لو لو ثاني لو لو بعدين ميد ميد هلا باللي طلعني. ايوه حمادي ما قصرت والله في البطوله قدمت اداء ممتاز نايس كومبو. اوكي 4-4-2 مسك حديه فكه. اوكي جنرال كلوب ماينس 4 صارت فعاليات شاوي. انا اتوقع انتهى الراوند اتوقع انتهى الراوند. هيت شوف هيت ضربه مضمونه يلا قوم خمن 50-50 نايس لك بس ما رفع. اي ما رفع تقدر تسوي له فازي. ما متاكد من المعلومه. هذه اللو اللي تحلطم عليها هني هذه اللو. والله كل العالم وحش يا حماد. بهدر السبب الحين يستعمل هاي الكيك يستعمل الهيت رفعه مو نفس الكيك السبب الهوك كيك ما يتبرع. ايه شوي ريسكي بس يعني كل مره واو بانش كمبو غريب يضرب له مره ثانيه والله اني داري يضرب له مره ثانيه. اوه نايس بس عندي كيو ثالث مره يبوش الكيو. ليه يضيع الليزر؟ اي ما يسوى عليك اخر راوند اللي ضدك عنده اللي سوى الكيو المضمون. طبعا هو ما عنده شخصيه غير دبل جين صح؟ قبل كان يلعب صوت عالي انا كنت كذا مسوي قبل كان يلعب ارمر كينج الحين للاسف مو موجود. صح ما اتذكر ارمر كينج يعني صار مين يعني معروف فيه يمدي يمدي ناصر بس شاوي وفهد شاوي بط يعني معليش فهد مره فنان بشاوي والحين هو بالجراند فاينل مرتاح. اي لازم بس مرتاح يعني صعب والله. نايس ويب بانش باك فور جارنتيد هيد سويب 1-1-2 جارنتيد رفعه. حاول يقطع والله ما لومه ما لومه تقعد تحت الضغط لازم تقطع في اللعبه ذي والله. اتوقع مد النص نايس صبر واو منتل فريم والله الحين لاست 9 مول كذا مضمون عشان تشوفوه ناتشرال هيت جايز ناتشرال هيت شباب بس نات بصر واحد وتقدر تسوي لها هيت كفر تطقها يعني شوف اللي راح المفروض ما يتحدى الصراحه تحدى ومات شوف 1-1-2 اوكي هيل سويب كومبو ناتشرال هيت واي يس كريزي جاب اوكي واو ناتشرال هيت ناتشرال هيت بعد شاويو اوه لا 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 يوريدز مره مرتاح شكله بيخلص البطوله 3-0 كان هذا ما والله مرتاح جاب ناتشرال عادي مهم حاشف ولا لا الجماهير لازم يحمسوا ناصر يلا ناصر ناجن لا باكرول كاتش شباب شاويو انا قاعد اشوف اشياء مصيبه نايس الكتريك يذبح 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 ميكس اب ميكس اب هيت سماش لو ميت جاب جاب يذبح ريج ريج بانش 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 اوكي فاينل راوند هذا الجيم الثاني ولا الاول؟ فاينل لا الجيم الثاني اوكي كل جيم فاينل راوند ترى يعني ناصر مو مقصر والله قصة ناصر انه يقفل ابور اي مدى اوكي الراوند انتهى اوكي مقبول اوه نايس بانش باك فور 2-1 نايس ستيب ستيب بلوك كم باك 2 واو لا 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 بريشر عليه بس لسه عنده هيت عنده هيت عنده هيت واو لو رننج ايش الميكس اب لو هو فاز جيم واحد ويفوز فهد خلصت 2-0 جيم واحد باقي له اوه سلك كاركتر ايش عنده مفاجأة ايش عنده ناجح جين هو ما يلعب جين بس
يعني طيب شوي بكذا خلينا نشوف ايش مفاجأة ناجي. ايش عنده؟ ايش عنده ناجي؟ يوم بعد يمكن اتوقع كازي او جين. اوكي ليو هو اللي ضحك ليو. ليو ها ها تهويش ستيف تهويش ستيف صح صح كازي اما جتنا فتره اخر بطولات كان جاي ستيف. لا ستيف صعب تشاوي والله ستيف مره صعب. اي والله صح كارلوس كلشي بده ستيف يعني معروف انه شوف قاعد يحاول. شوف بدر قاعد يسوي له كوتشنج. بدر قاعد يسوي له كوتشنج. خلينا نشوف ايش يصير. واو ما يبي يغير بس اوكي عطى تيبس ممكن فيده ضد فهد بس فهد مرتاح يعني حتى لو فهد يخسر الست هذا في ست ثاني بعد يعني ولازم الحين يخسر ثلاث ايام ورا بعض كيف صح ضد شاويو تلت دموه شاويو صح كيف كيف والله اوكي اختار ذا الستيج اوكي هذا الستيج الستيج التكسير اي هذا الستيج ممكن 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 يساعد ناصر راح تاني استغربت انا تو من ناجن هو جاي كسر الستيج طاف على طول راح حق الستيج المره ضرب ذاك الستيج يلا انا نرجع لك في الجيم على طول هيت هيت شاوي وشوف البريشر هيت شاوي على طول شوف 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 دمج شباب الهيلث راح كله والله حلو انك تصير والله سنجل بلاير مود بس خمسه قاعد يلعب نايس ويت بانش رجع بالجيم دبل شوف كيف تكنيت رجع بالجيم هي هي نايس سايد ستيب ليه يتحدى ما يتحدى شوف دبل صدر له بانش بس خمسه شو يعطيه يوبي ايوه ايوه صادق والله لو لو نكس اب نايس واحد على بيدخل هيت صح؟ حدنا اوكي ما دخل هيت بلس 9 لو يا سلام دبل جين محشور من الجدار دبل جين حاول تطلع من الجدار شغل هيت هيت برس اوه تانت اوه نايس فهد فعاليات فهد نايس فور 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 ما كملها لانه يدري انه بتضيع عرفت نايس ويك بانش ميكس اب السويب عنده هيت سماش واو هذا كله يفكر تاتا اثنين مريجين اثنين مريجين ريجار اوه كملها نايس تو بري وان تو نايس 1 1 2 كونفيرم فروم ناجن نايس والله وحش على طول دخل هيت اب 4 4 اب 4 4 مره ثانيه كاونتر هيت ثرو تو بري بس كاونتر حلو الفرصه حق اي احد يكسر اب 4 4 اوكي واو شوف الدمج شباب شوف الدمج شوف الدمج شوف الدمج ايش يسوي لو انا بنلعب وطي ولا احنا كان عنده داش يعني لا خلاص اخر راوند الفهد بيتوج بطل رش فور فان نايس بلوك اوكي صار ما يسوي كومبو ليزر يخاف صار ايه خير مضبوط نايس توصيل باك فور هيلث ويك جارنتيد 1 1 2 اوه 2 2 اوكي صراحه انا لما كنت مكان ناجي مني ميكس اب نايس رياكشن واو بيك كاونتر ضيع كومبو فهد متوتر هيت انجيجر بينقلب نايس تك هيت سماش ورا قبل هيت سماش عند ريج بيشغل ريجارد بيشغل ريجارد اوكي فول فول والله كان يقدر يبانش اكس اوه انتهت البطوله اوكي انتهت البطوله انتهت البطوله نايس كومبو فروم فهد سي دي كومبو فروم فهد ما قصر فهد توج فهد بطل رش فور فان اي والمركز الثاني ناجن والمركز الثالث محيو اي انا اجيت المركز الرابع يعني كنت قريب صراحه استراقنا لو الشخصيه فوق الثالث يعني على حبيبي والله لا 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 بالعكس لعبت احسن تستاهل والله راقنا مصيبه والله يعطيكم العافيه شباب والله تشرفنا بضيف شريف وعزيز مبروك البعث حبيبي الله يا محيا ضيف عزيز علينا بالقلب الله يسلمك عندنا بطولتنا متواضعه ما قصرتوا على استقبال الجميل والله حبيبي يعطيكم العافيه شباب مبروك الفهد مبروك الفايزين الثلاثه توب 3 ان شاء الله الجايات افضل يعطيكم العافيه